عنده حرس الحدود، ادي عايز يعدي، وادي ادكو 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 ادكو، حلوه حلوه حلوه. لكن ناصر فاروق ادكو شيكابالا لادكو اللي بيجيد في المساحات، عدى ادكو، بقول لحضراتكم ادكو، والتصويبه التصويبه من ادكو تخبط في العارضه وتطلع خارج الملعب ضربه مرمى. لا لا لا، بيزيد مستواه من المباراه الاخرى. وشوفوا شيكابالا قاري ان ادكو بيجيد في المساحات، حط كره في مساحه لادكو وخليه يجري، هتلاقيه بيسرع الراجل وبيصوب وخارج الملعب ضربه مرمى. ادي ادكو والتصويبه، لكن خارج الملعب بعد ما تخبط في العارضه وتبقى ضربه مرمى لصالح بترول اسيوط. 3-1 اعزائي المشاهدين، مشاهدي مودرن سبورت. وداخلين على الدقيقه 40، بال بالصدر من المدافع، تعود الكره الان الخضراويه، فرصه التسديد الان، اديك فرصه، هدف جميل، هدف رائع من العاجي اديكو، تسديده رائعه، تسديده رائعه، عانقت الكره الى مكان كونيتي. ايديكو، ايديكو يحاول انطلاق، ايديكو يواصل انطلاق، فرصه هدف ثاني، فرصه هدف ثاني، وهدف رائع للاخضر، مراوغه طيبه، وهدف رائع 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 لمصلحه فريق الاخضر. كشك الخضراوي لايديكو، ايضا اللاعب العاجي يعرف الشباك ويعرف الاهداف، والان يعرف الكشك الخضراوي والكشك. اسامه يحاول انطلاق، اسامه يلعب الكره في ظهر المدافعين الى ايديكو، خطيره، فرصه الهدف الثالث، وهدف ثالث ايديكو، ايديكو يحرز ثالث الاهداف، وهدف ثالث لهذا اللاعب ايديكو، هدف ثالث في الدقيقه 39 لهذا اللاعب. كان كونيتي ينطلق على الناحيه اليمنى، سريع، مكان يتقدم، مكان يلعب الكره الى الزيداني، الزيداني من جديد، كيف سيتعامل، يتقدم، ينطلق، هدف رابع، لا، تعود الكره ايديكو، هدف رابع ايديكو، هدف رابع من فريق الاخضر ولفريق الاخضر من ايديكو، الكره اصطدمت وعادت لتكون قريبه من ايديكو. المباراه تدخل وهجوم خطير لمصلحة فريق الاخضر، التسديد تنتهي في الشباك، هدف اول في المباراة. أوه.